أرسطو قال مرة لواحد من تلاميذه كان يجلس صامتا: تكلم حتى أراك. إن أبي خدم بإخلاص وأفنى عمره في الوظيفة تحت إمرتهم ولأجل تعليم ضباطهم وجنودهم، مؤديا رسالته بكل أمانة. وكانت مكاتب الملة التي ساهمت بجهد المتواضع في إنشائها. وها قد ضاع كل غرض يا رفاعة به. تعليم فيه روح شعب، فيه سر حياة. أدهم بك، ما حال تعليم أولاد؟ إنه تلميذي وأنا غبيته على الطاعة لي. أنا قضيت على كل غمزات ولمزات وقطعت لسانات، حاولت وضعي في صورة قبيحات. تفضلي قريبا من الدكاكين حتى أحدثك وأنت مطمئنة. حاشا لله يا جناب الباشا، إنما هي وعكة عارضة. هل أحضر مأذون شرعي لعقد قران أميرات؟ الرضا بالمقدر نوع من الإيمان بالله، فيما يفكر مولانا حفظه الله. غير ضروري تعرف شيخ رفاعة، نحن نحب ضباط جيشنا على أعلى مستوى في تعليم، تعليم فلاحين، تعليم شعب. حضرتنا يفكر في هذا فيما بعد شيخ رفاعة. مولانا كلام ممنوع شيخ رفاعة. أمر مولانا. شرف كبير أن ترسل أميرتنا لي في أمر خطير. أمر يهم حضرتكم وحضرتنا وكل حضرات منتسبات إليكم وإلينا منذ جاء والدنا محمد علي باشا كبير من ألبانيا. لعله خير كبير أميرتنا نظلي هانم أفنديم. ضابط ناجح كثير مرشح لمنصب وزير. ما شاء الله ما شاء الله. من يكون؟ مظهر بيكتب بوزغلي. لعنة الله عليه وعلى ما فعله بيديه. لا صفي نزلة، خلي قلبك بياض ولا تسمحي له يكون مثل الليل السود. أميرتنا لا ترضى أن نعيش مع زوج فاسد شرير. أخونا سعيد باشا أصدر أمره أن يكون مظهر طيب أمير. حفظ الله مولانا سعيد باشا. لكن أكملي سيدتي، أنا موجود لكن غير موجود. وردي شاة تحب لنا جميعا كل خير. تذكرني بعزيزتي فرحانة، كانت ملجأ وملاذ في كل مصيبة ومسرات. مسرات قريبات، وعندما تعود مياه سنطلق بخور ونشرب شربات. هل أحضر مأذون شرعي لعقد قران أميرات؟ مولانا سعيد باشا أمر وأميرتنا ناظلي أفنظيم تأمر، لكن قلبي وعقلي لم صفي نزهان امتب زغلي. لازم يقضى على إشاعات. أنا قضيت على كل غمزات ولمزات وقطعت لسانات، حاولت وضعي في صورة قبيحات. والآن لابد لك أيضا أن تخرجي كل أفواه ملسنات. كيف؟ كل شخصيات يقولون أنك تركت زوجك بسبب رفاعة تهتاوي. ولو هذا صحيح تبقى بلوات ومصيبات ولمركزنا وهيبتنا إهانات. شيخة زهيرة، شيخة زهيرة، شيخة زهيرة، شيخة زهيرة، شيخة زهيرة. أنا الذي أناديك، أنا غماش. غماش صاحب الشيخ رفاعة.
لماذا ارتبكتي؟ ماذا تريد أيها الرجل؟ أنا رجل يحترم الأخلاق، فاطمئني يا شيخة زهيرة، أنت معلمة فاضلة. تتكلم، ماذا تريد؟ أنا محتاج إليك، وخشيت أن أزورك في دارك وأنت وحدك. ولماذا تزورني في بيتي؟ أنا غماش، غماش، كنت شيخا أزهريا وزميلا للشيخ رفاعة في طلب العلم، ولكن الله أعطاني المال وعملت في التجارة، والحمد لله أصبحت من كبار الأعيان. وماذا يهمني؟ وما شأني بهذا كل؟ تفضلي قريبا من الدكاكين حتى أحدثك وأنت مطمئنة. وما إن اقتربنا من الدكاكين حتى رأيته يا ست كريمة يطل في عينيه ويحاول أن يرى وجهي من وراء الخمار. غماش؟ هو بعيني، ما حدث يؤكد أنه هو. غير ممكن، غير معقول. الشيخة زهيرة هنا؟ مساء الخير يا شيختنا. مساء الخير يا شيخنا. اقعد واسمع العجائب عن صاحبك. من صاحبي صاحب العجائب؟ غماش. ماله؟ يريد أن يتزوجني يا شيخنا. احكي للشيخ أنه انتظرك بعد خروجك من دارنا. أقسم لأخي أنه لم يكن يقصد، بل هو كان في الطريق إلى داركم يا ست كريمة. الله، تتحدثان بطريقة الفن القصصي الذي يكتبه أدباء فرنسا بتشويق بارع. وهل يسمح لنفسه يكلم ست فاضلة في الشارع؟ تحدث بكل أدب وحياء. أنا فهمت بقية القصة، كان يريد أن تتوسطي عندي لابنه، فتأمل وجهك فغير مجرى الحديث ثم ذهب لأخيك وخطبك منه. إذن أنت على علم بكل ما حدث، هل هي خطة مرتبها معك؟ عفوا يا شيخة زهيرة، الشيخ أرفع وأعظم وأكبر منه. انتظر يا كريمة، والله لا علم لي بشيء، ولكنه الاستنباط، وأنت معلمة فاضلة وتعرفين ما هو الاستنباط. لا والله لا أعرفه. حلفت بالله وأنا لا أكذب، والله مرة أخرى لا علم لي بشيء. تزوجت نابغا عبقريا يا ست كريمة، كاتب وشاعر وأديب ومترجم. لله أنت يا شيخ رفاعة، رعاك الله وحفظك. إن لم تخدعني فراستي أكاد أقول إنك في حيرة، لكنك تشعرين بالارتياح. حيرة؟ نعم، لكن ارتياح، أقصد إن أخي قد وافق وجاء كمن يأمرني بالزواج من هذا الغماش. ما رأيك يا ست كريمة؟ كريمة لا رأي لها، فهي لا تعرفه. وما رأيك أنت؟ لست في حاجة إلى رأيي يا شيخة زهيرة. معذرة كريمة هانم إذا كنت أرسلت في طلب حضرتكم. قطعاً في سبب خطير يستدعي حضوري حالاً وفوراً يا صفينز هانم. تفضلي سيدتي بالجلوس. شكراً. خيراً إن شاء الله. عفواً ست كريمة، أنا محتاجة إليك. تحت أمرك. أريد أن نكون أخوات، لأني أطلب منك مساعدات. مساعدات؟ نعم كريمة هانم، مساعدات في مشاعر وأحاسيس. أنت زوجة مصلح كبير وعظيم، تعلمت منه كل أخلاق فاضلات. هل يمكن المصارحة؟ كل مصارحات كريمة هانم. قدر ربنا وأراد أن أكون زوجة لمظهر بعد أوامر من سعيد باشا وأميرات وشخصيات كبيرات. الرضا بالمقدر نوع من الإيمان بالله.
نعم نعم هذا صحيح، ولكن أين قناعات بمظهر؟ المرأة في حاجة للرجل، والرجل في حاجة للمرأة. وعلى قد معلوماتي مظهر بك اتغير عن الأول بكتير. هو تغير وأقسم أن يعود إلينا بحب وإخلاص، والباقي على الله بإذن الله. تتعب نفسك دائما يا غماش. والله عاد كل الناس ينادونني يا غماش بك، وأنت باستمرار تسحبين مني اللقب والرتبة يا زهيرة. وأنا كل الناس تقول شك زهيرة، وأنت دائما نترك الأشياء مبعثرة هكذا ونقعد ونتناقش في أمور حلها بسيط. مركزي ورتبتي أمر بسيط يا سيدي. مركزك على العين والرأس، تفضل بالحاجات دي على المطبخ وبعدين لنا حساب. لا، الحساب الآن، لابد أن نضع حدا لهذه القضية. برضه ما هو شوف، البيت محتاج لشخص واحد فقط يوجهه ويرعاه. طبعا ما هو شهر العسل انتهى وحنبتدي. ألا تخجل، شهر عسل لامرأة بعد الأربعين. ما تبلغيش وقول الصراحة. قصدي بعد الثلاثين. لا، بعد الخمسين. شهر عسل لامرأة بعد الخمسين ورجل بعد السبعين. لا، كذا وستين. أعلم يا غماش أني لم أقبل الزواج منك بسبب مالك أو جمالك، إنما أردت أن أكمل رسالاتي. طبعا، فالمرأة رسالتها الطبخ والكنز وصنع الطعام والشراب. المرأة العادية تقصد. وأنت ماذا تكون رسالتك؟ الحب، العطف، الحنان، وإصلاح ذات البين. يعني إيه البين دي؟ يعني كلهم عرضوا زواجي منك، لكني تحديت نفسي وجئت وكل عزم على إصلاحك ومراعاة أولادك، حرصا على ألا ينشأوا ضائعين في كنفك. كنفي؟ ولا بد أن أمضي في طريقي لتعليمهم وتربيتهم بعيدا عن نزقك وعن غرورك، ولن يهدأ لي بال حتى أصلح من شأنك وأجعل منك رجلا صالحا سويا. سويا؟ يا سبحان الله، يا سبحان الله، هل ظلمت زوجاتي السابقات فأرسلك الله لي انتقاما وغضبا؟ أنت نفسك انتقام لكل من تزوجت، وإذا كانت السابقات قد فشلن معك فأنا حضرت إلى هذا البيت لإصلاحه وتأديبه وتهذيبه. فعلا أنت ربنا مسلطك علي. بل أرسلني لك ولبناتك ولولدك لينقذكم من الدمار والانهيار. وما قلتش الكلام ده في الأول ليه؟ استنيتي لما أخلو شهر العسل بحالي. قلنا لا عسل ولا بصل في زواج الكبار، تحشم يا غماش. يا رب السماء أنقذني من هذه العروس، من تظنينني يا ست انتي؟ أنت من ترك العلم وطامع في المال فأصبح ذا صفات كلها الطمع والأنانية. أنا؟ لقد أحضرت لك فاكهة تكفي بلدا بحالها. يكونش قصدك تطيار البرج اللي فاضل في عقلي؟ لا، بل سأرد لك كل ما ضاع من أبراج عقلك. كنت فاكر إنك ستعطيني الحب والحنان، مش جاية تربيني. حين تكون أهلا لهذا الحب ستجد عندي منه خزائن مخزونة، لكن حاليا لن تجد غير العطف والشفقة. فكل مريض بأي داء يكون العطف والشفقة هو أنجح دواء. نور كتير، نوم لازم يطير. نور لا يصل إلى عيون
مغطاة بحرير. هذا إزعاج مظهر. الآن وقت نوم وليس موعد صحيان. لازم دراسة مشروعات زوجتنا وتقديم نتيجات وتقريرات صباحا للجنات مسؤولات، فكيف أنام ومطلوبات غير منتهيات؟ لازم جسمك وعقلك ياخدوا راحات. نام أولا ثم استيقظ مبكرا وأتمم عمليات. لا أقدر أنام وعقلي مشغول في حاجات وحاجات. نحن اقتربنا من فجر مظهر. عظيم، نامي أنت يا حبيبتي وأنا أكمل ما بدأت، وعندما أسمع مؤذن أوقظك لنصلي حاضرا. ما شاء الله ما شاء الله، فتح الله عليك أكثر وأكثر أيها رجل صالح مظهر. نحمد الله على كل حال. كله بفضل تشجيعات من حرمنا التي أعادت ثقتنا في نفسنا ودفعتنا إلى مجدنا ورفعة شأننا. نرجو لكم توفيق في كل خطاكم وتنجحون بفضل الله في مسعاكم. أريد أن أحقق أعمالا خالدات وأن أدخل قلوب كل شخصيات. أريد أن أكون معروفا ناجحا مشهورا مثل أستاذنا ومعلمنا شيخ رفاعة بالذات. إنه إنسان كريم ورجل عظيم، أصلح ما بيننا ولفت أنظارنا إلى ديننا وإيماننا حتى هدانا ربنا إلى صراط مستقيم. سعادة إبراهيم بيك أدهم وفضيلة شيخ رفاعة بيك طهطار. اهلا ومرحبا ادهم بيك متميز شيخ رفاعة بيك. اهلا ومرحبا بمولانا، وحمدا لله ان انعم عليه بنعمة الشفاء. الف حمد والف شكر لله سبحانه وتعالى. مظبوط ادهم بيك، كان في الام، كان في انحرافات في مزاج، وقالوا كان في تخريفات قليلات. حاشا لله يا جناب الباشا، انما هي وعكة عارضة. تشكرات على زيارات. ها ادهم بيك، ما حال تعليم اولاد؟ حال تعليم اولاد؟ ها؟ عفوا يا مولانا، لعله من حسن الحظ ان تكون في احسن حال وتسمع منا اقتراحات قد تعود على العلم والتعليم بالخير الكثير الوفير. كن رفاعة بيك اقتراحات. ديوان المدارس، لما لا نعيده ونجدد شبابه؟ شباب شباب، هل كان في طفولة ثم شباب ثم جاءته الشيخوخة ومات؟ تعود إليه الحياة ونحن قد وضعنا الخطط. مدرسة حربية تخرج ضباط جيشنا فيها كفايات. مولانا يعلم أن والدكم العظيم محمد علي باشا وجه إليكم دعوات ومشروعات لنشر تعليم بين أفراد شعب. وكانت مكاتب الملة التي ساهمت بجهد المتواضع في إنشائها. سعادة إكسلانس فرديناند ليسيبس وسعادة مسيو مارشال، أهلا ومرحبا. مولانا مولانا استرح استرح يا مولانا. حالا يدخل مسيو ديليسيبس مسيو مارشال. امر مولانا والي كل بلاد. ما رايك؟ ربما يساعدنا مسيو مارشال. اهلا ومرحبا. اهلا بك انت جناب والي البلاد. هل يسمح مولانا بعرض الامر على مسيو مارشال؟ ادهم بيك، شيخ رفاعة بيك.
انتهت مقابلات، فهناك الأهم منكم ومن مشروعاتكم. عفوا يا مولانا، إنه أمر هام وخطير. نحن نهتم بمشروعات كثيرات كله من سيود ليسيبس. قناة السويس يقصد جناب الباشا. قلعة سعدية، تنظيم جيش حضرتنا. نعم هذا حسن يا مولانا، ولكن أنت قلت لكن؟ عندنا نحن لكن أخرى، لكن بتاع التعليم أولاد غير مفيد. يا مولانا نحن تعبنا، ومحاولاتنا من قبل ضاعت بسبب مرض مولاي من ناحية، وانشغالكم بالرحلات داخل البلاد من ناحية أخرى. رحلات داخل البلاد حتى نرى جيش حضرتنا؟ ديوان مدارس انقفل، انتهى أمره تمام، ومدرسة حربية يمكن أن تقفل، يمكن أن تقفل مدرسة حربية. عندنا ضباط جيش كثيرا تخرجوا، ومش ضروري تعليم كل ضباط. كفاية كفاية، انتهت مقابلات. معذرة جناب الباشا. ليس في معذرات، نحن أصدرنا قرار حضرتنا فورا. ديوان مدارس خلاص مات، عليه رحمات، وأنتم مع سلامات. لماذا يعملونه بهذا الأسلوب؟ لماذا يحاولون القضاء على نجاحه ونيل من مسيرته؟ إنه الأجنبي علي، حقد وغيره، وقضاء على كل ما هو صادر عن وطني أصيل. إن أبي خدم بإخلاص وأفنى عمره في الوظيفة تحت إمرتهم ولأجل تعليم ضباطهم وجنودهم، مؤديا رسالته بكل أمانة. والدك أصبح في القلوب وكسب احترام القريب والغريب، واعترف به العدو قبل الحبيب. وهل معنى هذا أن يسعوا إلى دماره ويعملوا على تحطيمه؟ إنه يتقدم في السن، وأخشى عليه من الوقوع فريسة القهر والتجريح. ليته اكتفى بأداء رسالته بالأزهر، واقتنع بتخريج الأجيال، وركز على جدول يومي، فأراح نفسه من هذه الصراعات والمعاكسات. تقول هذا من وراء قلبك يا طنطوي، فأنت تعلم أن في العالم رجالا ينفردون بالزعامة في كل مجال. إن أبي زعيم حقا، وأعماله وكفاحه يؤكدون أنه رجل غير كل الرجال، ولا بد أن يستمر في طريقه إلى النهاية مهما كانت الأحوال. المهم أن سعادة إكسلانس الباشا موافق على المشروع. مشروعات كل القنوات، أي قنوات. سعادة قنصل فرنسا كتب إلى حكومتنا أن إخلاصكم لفرنسا يفوق كل الحدود. اسأل مارشال باشا، نحن عندنا إخلاصات كثيرات. نتحدث عن تفاصيل المشروع وأهميته وفوائده التي ستعود على مصر بعد الطعام. أنت تأكل حتى يكون مشروعات. نحن نرسل ضابط قصر يراكم حتى تكمل كل طعام، ولازم تنفيذ أوامر حضرتنا. نحن نحس بانتفاخات، ودماغ حضرتنا تتحرك بدون إرادات. آلام أوجاع بدأت تنهش في جسد حضرتنا. بداية خبل مسيه ديليسيبس. نرجو أن يكون مسيه مارشال. لا لا لا، نرجو له العقل حتى يوقع الاتفاق. إنه تلميذي، وأنا ربيته على الطاعة لي ولفرنسا مسيه مارشال. لكنه تركنا بدون ذوق أو حياة مسيه ديليسيبس. تقصد أنني لم أحسن تربيته جيدا مسيه مارشال؟ عفوا مسيه ديليسيبس، أنت لم تربيه على الذوق والحياء. فرنسا لا تريد منه غير قناة سويس. تفضل طعام مسيه ديليسيبس. والآن ما رأيكم يا حضرات الأفاضل في صيغة ومحتوى هذه العريضة؟ لا فائدة يا أدهم بيك، ألم تخبرني أنا؟ لماذا صالح أفندي؟ ألم تسمع أنه حين دخل ديليسيبس ومسيو مارشال، أعرض سعيد باشا عن سعادة أدهم بيك وأستاذنا رفاعة بيك؟ ولكنها عريضة يا صالح، ونحن أعضاء ديوان المدارس. الديوان الذي ألغاه الباشا، على الرغم من أن سعادتك
نظمت القصائد الكثيرة في مديحه وأخذت تشيد بعهده وصفاته؟ عفوا إذا تجرأ التلميذ على شيخه ومعلمه. ما نظمت القصائد وما مدحت الباشا وعهده إلا لغرض في نفسي يعقوب. وها قد ضاع كل غرض يا رفاعة به. هل تعنون ألا نقدم العريضة؟ السؤال الآن، هل نسيتم أن اجتماعنا غير قانوني لأن الديوان ملغي؟ وهل نسيتم أننا منذ سنوات قدمنا مشروعنا إلى الباشا؟ أرجو ألا تذكرنا بالماضي، فأنا أريد أن أنسى. وماذا تريد أن تنسى أدهم بيك؟ عندما استدعاني الباشا سعيد بعد بضعة شهور من توليه الحكم. هل تعرف أدهم بيك لماذا استدعينك؟ عفوا جناب الباشا، أنا لا أجيد التخمين. هل تذكر ما فعله ابن أخينا عباس بالتعليم؟ في أول عهده ألغى مدرسة الألسن، ثم ما لبث أن ألغى معظم المدارس. خطأ كبير كبير، نحن نريد إصلاحه، نريد إصلاحات لتعليم أبناء بلاد مصريات. هذا من فضل الله، ولن ينسى لكم الشعب هذا العمل الجليل. نعيد ديوان مدارس الذي أنشاه مغفور له والدنا معظم. أنا رهن إشارة من مولانا. أنت تعمل تنظيمات وتنقيحات، لازم ديوان مدارس يكون فيه أعمال ماجدات تقدم خدمات تعليمية لأبناء بلاد مصريات. أرى إن تفضل مولانا بالموافقة أن نعيد تنفيذ مشروع مكاتب الملة. اكتب خطة مشروع وقدمه إلينا. سأفعل يا مولانا. في ديوان مدارس يكون كثير من مترجمين لترجمة كتب نافعات. نحن نريد أن نكون مثل والدنا مغفور له محمد علي باشا، ونصلح ما أفسده ابن أخينا عباس رحمة الله. سيكون فيه المترجمون وخيرة النوابغ من أعضاء البعثات الذين عادوا من فرنسا بالعلم والنور في عهد والدكم الكبير. مثل من أدهم بيك؟ مثل رفاعة بيك طهطاوي، وأرتين بيك، ويكن بيك، وخسرو بيك، وغيرهم من نوابغ المبعوثين. رفاعة بيك رجل عظيم، نحن نريد أن يكون معك في كل شيء أدهم بيك. أمر مولانا. خلاص، نحن الآن في انبساط كثير وفي انتظار مشروع في أعمال مجيدات. نحن نريد تعليم، نريد حضارة، نريد إصلاح كل ما أفسد ابن أخينا عباس رحمة الله رحمة الله. كلام في كلام، وها قد اكتشفنا أن الباشا سعيد لم يكن جادا فيما كان يقول. هل كلام شيخ رفاعة بيك صحيح أدهم بيك؟ نعم خسرو بيك، وأنا سعيد بأن تحضر اجتماعنا أنت وياكن بيك وأرتين بيك. أدهم بيك، أنا وأرتين وخسرو بكوات أعضاء بعثات، وحصلنا على وظيفات كبيرات وإنعامات كثيرات، ومصر بلدنا. نعم أدهم بيك، قد كنا دائما متعاونين في ديوان مدارس، متفقين في كل آراء، حتى فوجئنا بإلغاء. ولو أننا لم نخسر بإلغاء فمراكزنا ومناصبنا محفوظة لنا، إلا أنه يهمنا مشاركة معكم، مشاورة في أهدافكم، رغبة في تحقيق آمالكم. رفاعة بك، تعليم فيه روح شعب، فيه سر حياة، نحن جميعا معكم. إذن فلتذهبوا معنا جميعا إلى الباشا سعيد. نذهب ونقول للباشا لابد من إعادة ديوان المدارس، ولنسرع بتقديم العريضة حتى يرجع الباشا عن رأيه ولا يلغي المدرسة الحربية. ألم نكتب من قبل عرائد كثيرة؟ جناب الباشا كان مريضا، قدمنا أكثر من عريضة قبل المرض بسنوات. ماذا تقصد أستاذ عزوز؟ العرائد لم تصل إلى الباشا. جناب باشا كان في أوقات كثيرات يصطحب فرق جيش ويعمل بها تنقلات في كل بلاد، استعراضات يرضي بها غروره وأمراضه النفسية.
لا داعي يا أستاذ صالح مجدي لذكر هذا. نحن هنا في اجتماع هام وخطير ونريد أن نتلافى أخطاء الماضي. لا يا شيخ رفاعة، فانشغال الباشا بتلك الاستعراضات البهلوانية المريضة هو الذي صرفه عن النظر في العرائض. بل إنه أضعف جيش مصر، جيش الذي هدم الإمبراطورية العثمانية وأذل السلطان ووقف على أبواب الأستانة وأرهب دول أوروبا حتى تجمعت لكي تقتل فيه روح الشجاعة، فتسلطت عليه بالمؤامرات حتى تراجع عن الفتوحات وعاد إلى مصر بخفي حنين. وما زالت المؤامرات مستمرة. وما علاقة هذا بحديثنا حضرات؟ حقا، وما علاقة هذا بمشروعات تعليم وديدان مدارس؟ أنا أذكر لك تلك العلاقة. قناصل دول أوروبا تسللوا إلى عباس باشا وسعيد باشا مثل وساوس الشيطان، وبكل الدهاء والمكر والخبث جعلهما ينصرفان عن التعليم وعن بناء الجيش القوي. كله أولا وأخيرا يعود إلى شخصية الحاكم، خصوصا إذا كان مريضا بحب الظهور والعظمة الفارغة. دعونا من هذا الآن، المهم هو العريضة التي سنقدمها إلى جناب الباشا. هذا صحيح أدهم بك، لا داعي لأحاديث كثيرات عن جناب باشا سعيد. المهم أن نكون إيجابيين ونعمل المستحيل حتى لا يصمم الباشا ويلغي المدرسة الحربية. وماذا نفعل؟ نعارض رغبته ونقنعه بما سيقدم عليه من خطر. أستاذ عزوز، لجناب باشا هيبات؟ أية هيبات، والخوف لا يكون إلا من الله يا خسر بيك. انغلق باب المناقشة وها هي ذي العريضة، فمن يوافق عليها فليوقع. هذه تمردات، فوضات، عصيانات. كيف تسمح أدهم بي أن تمتد إلينا هذه أثيمات وتكتب مثل هذه عريضات؟ مولانا، إننا نحس فيه رأينا. رأينا مرفوض؟ رأينا ممنوع؟ مولانا معظم، لا تغضبون، نحن نخاف على صحتكم غالية، وأعصابكم ليست فقط ملكا لكم، إنها ملك لكل رعاياكم وموظفيكم وباقي شعبكم. نحن تعبانون، مرضانون، لا نأكلون ولا نشربون، بخلاف أننا بكم مصابون. أرواحنا فداؤكم مولانا، ورقابنا تحت أقدامكم. إذا كيف تقبلون تقديم مثل هذه عريضات محترمون؟ لعلمنا يا مولانا أنكم واسع الصدر وإلى صرخة العلم والعلماء تسمعون. لا علم ولا تعليم، سامعون؟ طبعا طبعا، كما تأمرون. هذه عريضة أكبر خطأ تفعلون. لم يكن صوابا أن تتجرأوا وبهذه العريضة إلى الباشا تتقدمون. ألم توقعوا عليها جميعا وكلنا عليها متفقون؟ خسروا يكن أرتين من دمنا ولحمنا، ولازم وقع عليها وهم كارهون. ربما يا مولانا. لا، ربما لا، ما أقول صحيح، ضمت. كيف تسمح لهم بدخول؟ أذنتم جنابكم بمقابلات. وكنت تعلم أنهم يقدمون عريضات؟ مولانا أنا. أنت مجرم، خان، ولولا أنكم خدمتم والدنا معظم كنت قطعت رقبة حضرتكم. تعبان، أدركوني حالا بطبيب. مفاجأة غير متوقعة أيها المهندس الهمام علي أفندي مبارك.
حقا لم تكن تتوقع رؤيتي يا أستاذ عزوز. معلوماتي أن الباشا أرسلك لتكون قائدا من قواد الحملة إلى القرم. لما تولى عباس باشا الحكم أبعد الشيخ رفاعة إلى السودان وقربني إليه، وعينك ناظرا لمدرسة المهندس خانة، وعهد إليك بالإشراف على شؤون التعليم. ثم جاء الباشا سعيد فأرسلني على رأس الحملة إلى القرم، وقرب إليه رفاعة وحباه بعطفه، وها هو الآن قد أقصاه عن أداء رسالته. يفرقون بيننا حتى يسود، ولكني أحترم رفاعة وأكن له كل احترام وتقدير، وهو يبادلك نفس الشعور. قواه الله، إنه نعم العالم والأستاذ. المهم أن تحدث معجزة ويتولى كل منكم عملا يفيد به البلاد، ويوضع الرجل الصحيح في المكان الصحيح، ولكن متى الله وحده يعلم. ماذا تفعل يا شيخنا سعادة متميز بيك؟ أجمع أوراقي. هل حقا تلك الإشاعة التي لا أريد أن أصدقها؟ حقا. وأنا مع من أكون؟ سيجدون لك مكانا آخر أفضل. ومن مثلك أستريح إليه وأشعر أني في رعاية أب وشيخ معلم. رعاك الله يا شيخ رفاعة، رعاك الله. ألم أقل للشيخ إنهم لا يحبون النور؟ ألم أقل للشيخ إنهم يريدون التعتيم ليعيش شعبنا في ظلمة الجهل فيتخبط هنا وهناك؟ كلما ارتفعت إلى القمة ضربوني وطوحوا بي فأسقط يا صالح. لم يضربوك، وإنما ضربوا العلم في شخصك. ليتهم ضربوا شخصي وأبقوا على المدرسة الحربية التي تشع منها أنوار العلم. ولماذا تبقى المدرسة الحربية وحيدة يتيمة؟ لماذا وقد أغلقوا كل منافذ العلم والنور؟ إن بعد العسر يسرا. لن يكون اليسر إلا إذا أزاح الله الحاكم الظالم عن صدر الشعب. إنه مثل الغمة، إنه يعاني من المرض، فلعلها بداية النهاية، وإن ربك لبالمرصاد.